معي للحديث عن الرواية وإبداع المرأة المصرية الأديبة المصرية الدكتورة مي التلمساني، أستاذ الأدب المقارن بجامعة أوتاوا الكندية والحاصلة مؤخرا على وسام الفنون والآداب الفرنسية. مي التلمساني روائية ومترجمة وكاتبة سيناريو وأستاذة جامعية مصرية، حصلت الصيف الماضي على أرفع وسام فرنسي في الفنون والآداب لتكون أول مصرية تفوز به عن أعمالها المستوحاة من الحياة المصرية. هي ابنة أسرة سينمائية شهيرة، الأب مخرج الأفلام التسجيلية عبد القادر التلمساني، والعم الفنان التشكيلي والمخرج السينمائي كامل التلمساني، ومن رموز الأسرة المصور الكبير دكتور طارق التلمساني. درست مي الأدب الفرنسي وحصلت على الماجستير من جامعة عين شمس، ثم سافرت واستقرت بكندا وحصلت على الدكتوراه عن الحارة المصرية في السينما من جامعة مونتريال، وعملت بعدها محاضرا في الجامعة ثم أستاذا بجامعة أوتاوا. وصدرت للدكتورة مي التلمساني 8 أعمال أدبية، أولها دنيا زاد عام 2002، ثم هليوبلس وأكابيلا، و3 مجموعات قصصية هي نحت متكرر وخيانات ذهنية وعين سحرية. ومؤخرا صدرت لها رواية الكل يقول أحبك، وحصلت التلمساني على جائزة الدولة التنمائية عن روايتها دنيا زاد، وجائزة آرت لامون لأفضل عمل أول في دول البحر المتوسط عام 2001.